معانا مجموعه من المشاهير بيتصدروا الترند، اولهم الفنان محمد رمضان بسبب تصريحاته الاعلاميه منى الشاذلي، ومنها لما قال انا غسلت وشي بالصابونه الدهب قبل ما اجيلك على طول، وكمان انه لو صحي من النوم ولقى حد بيقول انه نمبر 1 هيزعل ويتضايق. وكشف كمان انه بعد الكريسماس هيواصل تصوير مسلسله الجديد جعفر العمده المقرر عرضه في رمضان اللي. كمان معانا المطرب محمد حمائي اللي اعتلى عرش الترند بسبب تصريحاته اللي قالها مع اسعاد يونس لما اتكلم عن تجربه انفصاله عن مراته ورجوعه ليها بعد سنتين، وانه طوال السنتين دول عمره ما صرح لحد بانه انفصل عنها. ومعانا كمان الراقصه نجوى فؤاد واللي اعتلت عرش الترند بسبب تصريحاتها في برنامج الستات، وخصوصا لما اتكلمت انها حاولت تحج كذا مره بس كانت دايما بتحصل حاجات تمنعها من الحج. كمان قالت انها لما اشتغلت رقاصه ما كانش بمزاجها، وقالت بالنص ربنا هو اللي رسمها لي وده رزق من عند ربنا. اعزائي المشاهدين، ريت تقولوا لنا اهم ترند النهارده كان ايه.